إذن أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد هذا الفاصل عشان نكمل معاكم إحدى وأحلى فقرات برنامج سبيد، فقرة جراج اللي راح نتعرف من خلالها على السيارة راح تدخل اليوم، وهي سيارة يابانية داشة وبقوة لتحدي سيارات السوبر سبورت كار من الناحية الإيطالية والناحية الألمانية. هذه السيارة راح نتعرف عليها اليوم من شركة لكزس. خلونا نفتح الباب ونتعرف على السيارة ومواصفات هذه السيارة. إذن ضيفنا الثاني لحلقة اليوم إلياس الإيران، مشرف مبيعات لشركة عبد الله عبد الغني وأخوانه مبيعات لكزس. مرحبا فيك إلياس، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. جاينا بالسيارة الحلوة واللون الجميل لهذه السيارة LC 500 2017، خلينا نتكلم عن هذه السيارة دايركت. يا أهلا وسهلا، أول شيء مساء الخير لكل المشاهدين. اللي قدامنا حتكون هي LC 500 LC 500 بطبيعة الحال هي كانت الأجدد عضو لفئة اللكسس. نعم. بنتكلم أول شيء على الوجهية الديزاين. إذا منلاحظ كل البادي لاينز السيارة بتنطلق من لوجو شعار اللكسس على الشبك الأمامي. نعم. طبيعة الحال بتصور هلا كل الناس صارت تنتبه أكثر على اللكسس، لما نحكي اللكسس صار الشبك الأمامي اللي هو شعارنا أكثر يكون سبيندل جريل. صحيح. كل سياراتنا اللكسس هلا معروف بهذا بهالوجهية. البصمة الجديدة. البصمة الجديدة بالضبط. هلا نعم. مع اختلاف إذا كانت هي لكجري أم السبورت. نعم. بطبيعة الحال اللي قدامنا هي LC 500 اللي حتكون سبورت. اللي هو الماش جريل عكس اللي بيكون اللاكجري. صحيح. اوكي، من انطلاق الشعار بننطلق بالبادي لاين وديزاين السياره كامل. واذا بتلاحظ بيعتمدوا كثير على نظام ال 3D ديزاين. نعم. بس نحكي على اللكسس اللي هو بتحس السياره قطع قطع قطع، انما بطريقه انسيابيه متواصله مع بعضها. حلو. اذا بنشوف من بعد الشبك حيكون في عندنا الدي تايم رانينج لايت، اضاءه. نعم. خلال النهار لتكون اوضح، والشعاره بيكون رأس سهم اللي سامبل كمان لحرف ال لكزس. نعم. بالإضافة في عنا اللايتس الأماميات اللي هن بيكونوا ثلاث عدسات ثلاث عيون نوعية ال LED طبعا تكون رؤية بتكون أفضل للسائق، ومعطى يعني شكل جدا جميل وجذاب من ناحية الليتات المصابيح الأمامية. هي كانت أبروش جديد كمان للديزاين، يعني حتى. نعم. كمان الهيد لايتس نفسهم. أكيد. منشوف الرمز اللي قدامنا هلا LC 500 هي حتكون السبورتس اديشن. نعم. هي بيجي منها تو كاتيجوريز، الانتري ليفل والسبورتس. السبورتس حيكون في عندها حجم الرينجات 21 انش. حلو. اوكي، بالاضافه للبريكس حيكونوا 6 بيستنز فرونت و4 بيستنز للرير. طبعا اداء السيفتي والبريكس من اهم شيء خاصه سيارات البرفورمانس. اكيد. من الجنب حيكون في عنا طبعا ديزاين الايروداينامكس كمال السايد ميررز، بيكون في عندهم تيرن سيجنالز اوتو فولدينج طبيعة الحال للمحلات الضيقه للباركينج. اكيد. بلس اذا بنلاحظ في عنا الايروفنز اللي بتنظم انسيابيه الهواء على جنب السياره، مما يخليها نسبه الضوضاء اللي بيدخل جوا السياره بيكون اقل. بما انه هو انسيابي اكثر، طبعا هذا الشيء بيساعد على اداء السياره. حلو. وايضا نشوف التوب روف، نشوفها معطى جاذبيه ومن الكربون فايبر. ايضا كربون فايبر بالضبط، هيدي وحده من الاليمنتس اللي بتكون السبورت اديشن بالLC 500 اللي هي 21 انش رينجات مع سقف كربون فايبر، ومثل ما هلا حنشوف كمان اللي هو اكتف رير وينج. نقدر نشوف ايضا من طبعا خلف السياره. خلفيه السياره هي حتكون طبعا واضح الاكتف رير وينج اللي ممكن يرتفع معك اوتوماتيكلي على سرعه 60، او ممكن تتحكم فيه مانوال، ممكن ترفعه باي لحظه ما عندك مشكله فيه. بلس طبعا خلفيه السياره طبعا لنأكد كمان على موضوع الانسيابيه الخلفيه العفو من الامام لنوصل لديزاين الخلفي. بلس اذا بتلاحظ حاليا التيل لايت
وكأنه ما في موجود هو لأنه متبعين نظام المراية الداخلية. نعم. يعني هو بلب واحد حينور ال البريك لايت، هذا الشيء بيخلي عنا بيعطينا عمق أكثر جوا، بيصير وكأنه لاير ورا لاير. كمان مبدأ الـ 3D ديزاين اللي نعمل قدام ممكن يبين معنا للشخص اللي ماشي ورانا. حلو. يعني أيضا نشوف أيضا نظام الإكزوز، نشوف حتى الديزاين الإكزوز إنه جدا مميز والفتحات الكبيرة. طبعا هاي أيضا غير البرفورمانس مهتمين في الشكل. طبعا طبعا أكيد. هلا الناحية الجمالية للسيارة خاصة لما نحكي لكسس، طبعا الرفاهية هي الأساس فيها، مثل السيفتي. الموضوع الإكزوز بتلاحظ هن الاثنين فوق بعضهم اللي بلشوهم أول شيء بالآي إس إف. صحيح. أول ما نزلت. ولكن كانت بالضبط كانوا الاثنين فوق بعضهم، كان أول مين بينزلها. حاليا صارت أكثر انتجريتد بالصدام الخلفي بشكل يتناسب مع ديزاين السيارة، راحوا بالأكثر بالعرض. أكيد. الحين خلينا نتكلم عن داخل السيارة. تكلمنا شبه كل شيء عن خارج السيارة، ولكن راح نذكر أشياء إذا ما ذكرناها في الاستوديو، ولكن خلينا نتكلم دانو موجودين. تفضل. طبعا. نتكلم عن داخل السيارة والمواصفات الموجودة من هذه السيارة. تفضل. طبعا بتشغيل السيارة إذا بنلاحظ أول شيء الشاشة والترحيب بالسيارة بحد ذاتها للسائق بيكون من أقل التفاصيل، من العداد نفسه أو من الشاشة، بمثابة ترحيب للسائق. طبعا الواحد يقع الصبح طالع بسيارته أقل وهيك يكون في إذا بدنا التواصل بينه وبين السيارة. تحية صباحية تخلي الواحد مروق على الصبح. لأنه هي الهدف منها. هلا بنتكلم أكثر كسيارة وكاستخدامها. إذا بناخذ لمحة سريعة على مواصفات السيارة، طبعا حيكون في عنا بداية إذا بتلاحظ حضرتك السبيد ميتر منبثق ومتاخد من الـ LFA اللي هي أول سوبر كار لكسس نزلناها بسبب نجاح السبيد ميتر سيركل، حتى ممكن إذا حب السايق يزيح السيركل على اليمين هيك حتى يكون عنده ديتيلز أكثر للريدينجز بالنسبة للتراك أو بالنسبة للريدار كروس كنترول. نعم. هذا بما يختص السبيد ميتر. هلا للاسف ما فينا نفرجي مشاهدين الهيد اب ديسبلاي اللي هي بتطلع بتكون موجهه للسائق، كمان تسهل عليه رؤيه عدد السرعه، بالاضافه اذا في حال حاطط ديستنيشن معينه على النافيجيشن، او اذا مشغل راديو حتى يعرف اي منشوف عندنا السيلكت مود درايف. نعم. جهة اليمين سيلكت مود درايف وظيفته انه باي لحظه حب السائق يغير طريقه القياده من ايكونوميك لسبورت لنورمال او حتى لسبورت بلس، بلمسه بسيطه هو واحد عم بيسوق قادر بلحظه يغير مود السياره. حلو. وطبعا مع التغيير اذا بتلاحظ السبيد ميتر حيتبدل انه يعطيك الوانه ويكون اكثر اجريسيف وسبورتي، يعطيك الشعور انك انت خلاص حولت للرياضه، فحول خلاص المود كله الرياضة. بيختلف معك يعني. اكيد طبعا بناء على توجيهات السائق. نعم. بنشوف بالنص اللي هي شاشه العرض، شاشه نظام النافيجيشن، نظام ملاحه، حتكون حجمها 10.3 انش. بطبيعه الحال الحجم ممكن السائق يختار ما بين نافيجيشن ومنيو ثاني، ممكن مثلا الراديو مثلا طالع خط مشوار طويل بده كمان الراديو، مش كل شوي ثاني يبدل، فهيك بيكون عندك حرية الخيار بأي لحظة إنه تختار تشوف تو مانيوز ولا واحدة فقط. أيضا إبن بالرغم من فصل الشاشتين نشوف إن شاشة النافيجيشن مساحتها جدا رائعة، ما يأثر حتى من موضوع الفصل. لا، ما هو التوضيح الأساسي قبل كانوا يعتمدوا شاشات إذا بدك أكثر مربعة، لهالسبب حاليا صار التوجه أكثر تكون شاشات مستطيلة. ونظام اللكسس الداخلي بالمقصورة الداخلية مش بس بالال سي 500، إنما مبدأ اللكسس كله سوا اللي هو الإنسان أو الشخص سايق هو فوق السيارة، فوق السيارة من ناحية الاستخدام والعملية. يعني إذا بتلاحظ حضرتك الشاشة بموقعها هو بوسط الكونسول مرتفعة، أوكي، نظرنا أكثر على الطريق، شيء بسيط ممكن نشيح بنظرنا لنشوف الشاشة، إنما التحكم فيها بيكون بالوضعية هون اللي ممكن بكل سهولة بتاتش بسيطة نختار نحن أي شيء بالمانيو نحن وسائقين، حتى منا بحاجة نحن نتطلع
وين عم نتحكم فيها. الهدف منا نزلوا نظام الريموت تاتش انترفيس اكثر انه تكون مش تاتش كماوس مثل ما كان ينزلوا بالجنريشن اللي قبل. أكيد. تكون تاتش. اذا بتلاحظ اذا بكون معنا وقت تشوف حضرتك التاتش اتس اولموست لايك سمارت فون، وكانه عم تستعمل جوالك العادي اللي نحن كل يوم بنستعمله. فسهله جدا وعمليه خلال اثناء القياده، لانه جدا شيء مهم انه قد ما فينا نخلي السايق تركيزه اكثر على الطريق من انه يشيح نظره يمين يسار ليتحكم بمواصفات السياره. كيف نظام الجوال مع السياره؟ تشبك الموبايل طبيعه الحال فيها الهاندز فري كولينج، باي لحظه خلص طالما شبكت مره واحده الموبايل ممكن تكون اوتوماتيك كونكشن. بلس الميزه اللي فيها مش بس الريموت تاتش هو بتحسسك بالموبايل، حتى ممكن بالال سي 500 ممكن تعمل ميرورينج بين موبايلك والشاشه نفسها. طبعا اثناء الباركينج اذا بدك تحضر فيديوز او يوتيوب الميرورينج نفس اذا بدك نظام اللي هو موجود ببيتنا السمارت تي في. حلو، يعني اقدر اشوف اللي موجود في السياره اشوفها في الميرورينج في الشاشه من الموبايل على شاشه السياره بساعة ما بدك توصلها. حلو. جدا بسيطه وسهله. حلو. هذا الشيء حيقرب حاليا الشخص السائق من السياره اكثر، يعني كل ما يكون في تواصل بينك وبين السياره كل ما تكون انت تحس حالك مرتاح اكثر وتستمتع اكثر بالقياده. اكيد هذه التفاصيل كلها وزياده راح نرجع نذكرها وتفاصيل زياده اكثر عن هذه السياره، ولكن جاء وقت الاستديو الحين عشان نتكلم عن هذه التفاصيل بريحية. وانا بعد لاني بعد عرفت تعبت وانا مدنة صراحه من ساعه. حياك تفضل. اذا مشاهدينا بشكل مفصل تعرفنا على تفاصيل لكسس ال سي 500 الموجوده معنا بالاستوديو. الياس العيراني بدنا نرحب فيك من جديد باستوديو سبيد. يعني انت وعبد الله بعتقد حكيتوا بالتفاصيل عن الشكل الخارجي وداخليه السياره. رح ابتدي حديثنا بالوقت الباقي عندنا هون بالاستوديو عن هل سياره كسياره كوبي وسياره يابانيه تدخل بالمنافسه بعالم كثير كبير وشركات واسماء كثير كبيره خاصه مرسيدس بنز وبي ام دبليو، وين هي لكسس حاليا والال سي 500 بهالمنافسه هي؟ هلا حاليا كال سي بحد ذاتها وكلكسس عامه كبراند، عم نحكي كلكجري براند ياباني مثل ما حضرتك تفضلتي. كنا بنعرف از لكجري براند كتويوتا اللكسس عمرها بس 25 سنه بالسوق، فتره جدا بسيطه مقارنه بالشركات الثانيه. قادرين عم نكون لنا وجود جدا قوي. نعم. من ناحيه السيارات الرفاهيه بلس بالوقت الحالي مش اول مره بندخل عالم السيارات الرياضيه، يعني اول ما بلشنا ما حكينا من شوي على الاي اس اف اللي كانت تجربه 8 سلندر 5000 سي سي، بلس توجوا تجربه البرفورمانس لما نزلنا اول سوبر كار اول لكسس سوبر كار اللي كانت ال اف اي، والحمد لله كان نجاحها على صعيد العالم مبهر. ومن وقتها مش موضوع السبورتس واكثر صار في تركيز عليه كبراند يعني يابانيه بهال بهالمجال. بالضبط بالضبط كبراند. نعم. يابانيه اللي قدامنا ك ال سي 500 صراحه. نعم. هي اتس مور اوف لكسس تشالنج، لانه ما كانت سهله انه واحد كمان يثبت كبراند تثبت جدارتها على السوق وتكسب تكتسب ثقه. نعم. ثقه المستهلك. صح. ال سي 500 حاليا اذا بدنا هي كانت الستيب الثاني. نعم. مثل ما عم نشوف مع المشاهدين اللي هي بدايه ما بين الكونسبت وال ال سي 500 لانطلاقها. بما انك ذكرت الكونسبت الياس هي بال 2012 مبدئيا 2012 بالضبط اللي هي ال اف ال سي. نعم. والعام الماضي شفنا بديترويت. صح بالضبط. هلا هي اول ما نزلت ب 12 بنورث امريكا كانت الاطلاق الاول للكونسبت. نعم. وكان لنا الحظ انه نجيبها كمان على الموتور شو بقطر. نعم. الكونسبت نفسها وصراحه بلا مبالغه بس كانت المين اتراكشن بوينت بالموتور شو. الناس انبهرت انه لكسس كمصنع ياباني مثل ما حضرتك تفضلتي شو منزل. نعم. قاعد يروح على موضوع السبورت وقاعد يتعمق في هذا الموضوع في جداره.
طيب خلينا نتكلم من 2012 از كونسبت كار الى 2017 از برودكشن كار. في فتره الاربع سنوات هذه فكره الليكسس كيف كتطويرها من بعد الاي اس اف ومن بعد هذه السيارات ومن بعد نجاحها، فاكيد لازم من نجاح يطولون الى نجاح اكثر واكبر. بالضبط. هلا المصنع الياباني وخاصه الليكسس بيعتمدوا شعار كايزن which is continuous improvement، التطور دائما مستمر، ما ممنوع ينزل شيء الا ما يكون افضل من اللي سبق. طبيعه الحال من بين اي اس اف ل ال اف اي رجعنا مثل ما شفنا، رجعنا الار سي اف كمان قدامنا جي اس اف، فلهالسبب التشالنج كان انه لما تنزل ال سي اتليست تتفوق بعد اكثر واكثر بناحيه التقنيه. ستايل وايز ديزاين وايز مش اول كوب بيرفورمانس عندناها باللكسس حاليا بالسوق، تحديدا بالسوق القطري عندنا اللي هي الار سي اف وال ال سي 500. بس شكليا تفوقت هي على سابقاتها فينا نقول. بطبيعه الحال هذا اللي هو التحسن الدائم اللي بنجرب نقدمه. نعم. تحديدا ال سي 500 بالستايلينج والبادي اتس مور اوف سنتر اوف جرافيتي، انزل السياره فبتعطيك الاحساس الرياضي اكثر. نعم. لانه السياره اوطى، مش كاوطى انه صعب الاستخدام اليومي. ال سي 500 تنوضح للمشاهدين انه هي مش تراك كار، يعني الهدف منها منه تراك كار، الهدف منها تكون ديلي يوز، يقدر سياره سبور لوك رياضي وانما للاستخدام اليومي. بالاضافه للشخص اللي بيحب يكون كمان عنده اداء ساعة ما بده، مثل ما شفنا بالدرايف مود سيلكت بلحظه من اللحظات بينقلها من الايكو للسبورت بسهوله تامه. طيب خلينا نتكلم الحين عن الانتيريور السياره والالوان الموجوده والمتوفره. بطبيعه الحال حيكون طبعا اكيد في تشكيله ما بين الوان خارجيه والوان داخليه. قدامنا موجود الابيض اللؤلؤي والاصفر، كمان عندنا ممكن السونيك تايتانيوم بلاك سيلفر، بالاضافه للون الاحمر. نعم هيدا اللون الاحمر يلي اللون الداخلي هون حيكون عندنا الدارك روز، اللون الاحمر، ممكن كمان عندنا اللون الاوشر اللي بيجي على بيج اكثر، بيج غامق، ممكن اسود نفس الداخليه، او ممكن اللون البريزي بلو اللي بيجمع بين الاوف وايت مع الكحلي والاورنج على الجوانب الابواب. يعني في الوان عديده متوفره لكل الاذواق. ان شاء الله نرضي الكل يعني مثل ما بقولوا، بس على قد ما فينا الحمد لله. يعني الناس لما عم بتشوف تشكيله الالوان الخارجيه الداخليه عم بتلمس التطور اللي ماشي فيه اللكسس. يعني اللكسس بلشت تراديشنال كونسرفاتيف اذا بدنا ديزاين، بنقول لكسس يعني اوكي سياره هاديه ناعمه كويس، ما كانت سهله انه نبرهن تدخلوا بهالمجال، نقدر نكون بعدنا بنفس. نعم. السمعه اللي بلشنا فيها، انما بلس عم نحسنها لناخذ شيء رياضي منها. طيب هيدا يعني الشيء اللي قدرتوا تبرهنوا فيه، بعتقد ايضا غير الشكل الاداء، اداء السياره اللي بدنا نحكي عنه، قوه السياره، الانجن، هالتفاصيل. بطبيعه الحال السياره قلبها هو المحرك. المحرك الموجود على ال سي 500 هو حيكون 5.0 لتر. نعم. بيولد 471 حصان، وحيكون هو كان اول مره اللي بينزلوا 10 سبيد جير. ال 10 سبيد جير هو كان الهدف منه مش بس نعطي جير ريشو بس عالي لمستخدم السياره، انما على السرعات الخفيفه او عند التسارع القوي. نعم. حيكون جدا تبديل سريع حتى ياخذ السايك فيلينج التبديل نفسه، تبديل السرعات. بالاضافه كثير اثبت جداره 10 سبيد موضوع الفيول كونسمشن. نحن مثل ما شفنا هلا ايامنا كلها البترول على 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 ارتفاع، فجدا موضوع كثير مهم. طبعا حيخفف كمان انبعاثات للبيئه. انما كمان حكينا عن البريكس لما كنا عم نشوف السياره اللي هي حتكون 20 انش بريكس هاي فريكشنز، 6 بيستنز اماميات و 4 بيستنز للبريكس الخلفيه. نعم. طيب خلينا نتكلم ايضا من ناحيه الهايبرد ومن واحد السياره الموجوده ال سي 500، خلينا نشوف الفرق البسيط ما بين هذه السيارتين. هلا كانت كسيستم هايبرد اللكسس ما جديده فيه، اوريدي عندنا الاول ما نزلنا ال سي ال اس عفوا 600 ات واز فول هايبرد سيستم، طبعا على تطور مستمر. حاليا الموجوده معنا بالاستوديو هي ال سي 500 اتش. ستايلينج وايز من برا لحد ما كثير متشابهين، تختلف بس بالسبورت باكج اللي حكينا عنه.
الناس ماخذة فكرة الهايبريد انه سيارة كوايت ناعمة بس وخفيفة، انما للملاحظة انه ال ال LC 500 0 to 100 almost تعطينا 4.4 seconds، الهايبريد تعطينا 4.7. يعني هون الهايبريد مش بس توفير بترول، مش بس انعم سيارة، مش بس بتعطينا اذا بدنا ضوضاء نسبة ضوضاء اقل، انما نعم. كمان عم تعطينا اداء اعلى، فيها اداء، فيها قوة، وفيها فخامة، وفيها لكزري. فنقدر نلخصها بلكسس هايبريد على السوق ان شاء الله تكون نعم. متوفرة للجميع. السؤال الاخير والسؤال الاهم، سعرها للسيارة؟ السيارة حيكون عندنا ال LC 500 حيكون من فئتين، 375,000 نعم و 395,000 نفس اللي هي LS سبورتس LC سبورتس باكج. والضمان والسيرفس على هذه السيارات؟ ضمانها حيكون نفس ضمان سيارات اللكسس اللي هو 4 سنوات او 100,000 كيلو ايما اسبق. والسيرفيس فيها نعم. ممكن نقدم سيرفيس باكج للكاستمرز، هذا بنتبحثها مع العميل تفضل السيرفيس نعم. باكج او بيكون بياخذها بس كبرايس وايز يعني. نعم اذن الياس العراني مشرف مبيعات بشركه عبد الله عبد الغني واخوانه، شكرا لحضورك معنا وثانكيو على هالسيارات. اذا مشاهدينا نوصل لختام حلقتنا عبد الله اليوم من سبيد. اكيد اذا انتظرونا ان شاء الله الاسبوع القادم يوم الاربعاء الساعه 9:30 مع اخبار محليه وعالميه جديده. في امان الله. بامان الله.